الظلم ده؟ الله، وانا كل ماتش اتطرد عملت ايه انا يعني عشان اتطرد؟ ما تطلع عاد وانت ساكت، ده انت لعيب رخم قوي. ماشي الواد ده غريب، مره يزمغ شعره مره يتخن نفسه، واد عجيب. ايه ده يا باشا؟ قلعوك ليه كده؟ يا غبي انا قلعت بمزاجي، المهم انت كويس؟ بقولك ايه؟ بتضحك بنار والدنيا هنا، وبقولك ايه؟ بتيجي نبلغ البوليس. بوليس ايه يا غبي اللي عايزنا نبلغه؟ ده هي دي اللحظة اللي انا بستناها. يلا بينا يلا بينا. اسعدت الباشا، ما تقلقش، ما حدش يقدر يقبض عليك ولا يبلغ عنك. البنت معايا. هاتها وهات كل اللي معاك، تعالوا لي على اليخت. أوامرك أوامر. دبشة. هلا دبشة. نعم يا ريس. هلا جهز لنا هلا العربية وجهز لنا البيت وشوف لنا أي حاجة نشربها عشان نفوق. ماشي يا ريس، هجيب لكم إزازتين بيرة مشبرين. صح. يلا يلا. إيه مش هتطفي التلفزيون ده الأول؟ صح برضه. يلا هادي انت وهو وهو على ما نوصل هنبقى الصوت. يلا بالراحة. طيب دوعة يا أمنا خفيف. أهلا أهلا بالحبايب، نورتونا يا باشا. المعاملة التحتانية ده يا باشا. لا الفوقانية هتبقى أحسن يا نخنخ. على مؤاخذة يا باشا، أنا عايز فلوسي 499,960 جنيه. أنت عبيط يالا، الشنطة مع البوليس يعني كده هتودينا كلنا في داهية. مش نخلوخة باشا اللي تغادر بيه عدم المؤاخذة. حبيبة موته حبيبة. ايه افرق جبت صباعي؟ لو تاخرت 10 دقايق هبلغ البوليس. على فكرة انت اللي معطل، اوعى. ربنا معاك يا باشا. فلوسي. اوعى